يعني كابتن محمود الخطيب النهارده عمل يعني لفته طيبه جدا، وهي مش حاجه غريبه عليه وحاجه احنا دايما متعودين عليها، انه فريق النادي الاهلي مواليد 2006 واللي كان موجود في بطوله دبي اللي فاز بالبطوله كان كابتن الخطيب موجود النهارده في اهلي مدينه نصر. ويعني بصراحه لما كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والاسطوره الكبيره جدا في عالم كره القدم يروح لقطاع ناشئين ويروح لفريق حقق، أو النهاردة يروح لفريق 2006 ويهنيهم على البطولة ويتكلم معاهم، ده معناه حاجات كتيرة جدا جدا جدا. لما كابتن خطيب يكلمهم يبقى أول سؤاله عنهم أو معاهم أخبار الدراسة إيه؟ أخبار عاملين إيه في الدراسة؟ وهل أنتم متفوقين ولا عاملين إيه؟ ده أهم، يعني في حاجات كتيرة جدا بتبقى مهمة، لكن في شخصية لاعب النادي الأهلي لازم يكون لاعب مثقف، لازم يكون لاعب عنده شخصية البطل، وده أيضا اللي اتكلم معاهم غير الدراسة، اتكلم على إن هم إزاي ياخدوا بالهم من صحتهم ومن أكلهم ومن شربهم، الحاجات دي كلها بتكون ليها طابع إيجابي داخل الملعب. كمان اتكلم معاهم في النقاط الخاصة بكرة القدم، واتكلم وقال إن أنتوا بتلعبوا في نادي الأهلي، النادي الأهلي بيتمتع بشخصية البطل، ودي حاجة لازم تكون موجودة فيكم، فأي واحد بيلبس الفانيلة الحمراء لازم يكون عنده شخصية البطل. كمان اتكلم معاهم وقال النادي الأهلي في التصنيف الأخير لفرانس فوتبول أخذ المركز 21 عالميا، يعني مع كبار الفرق الأوروبية، فدي حاجة مش غريبة على النادي الأهلي ولا حتى على قطاع الناشئين. وأنا أعتقد إن لفتة كانت طيبة جدا 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 من كابتن محمود الخطيب، اللي كان كمان في نفس الوقت بيتفقد الأعمال الإنشائية اللي موجودة في نادي الأهلي مدينة نصر، ومش حاجة غريبة لا على كابتن خطيب ولا على رئيس النادي الأهلي ولا على قطاع الناشئين. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية، زي ما أمير اتكلم وقال نتمنى أيضا التوفيق للنادي الأهلي في لقائه أمام بتروجيت أمير.